السلام الله عليكم، مرحبا بكم في قناة كارمن جوليا قارئة التارو والكوتشينا. إذا كنت الأول مرة تشاهد الفيديو بتاعنا، نطلب منك فضلا وليس أمرا أن تشترك في القناة وتفعل الجرس ليصلك كل جديد منزل، سواء توقعات الأبراج أو شتى المواضيع أو إشعارات البث المباشر اللي بنعمله، يا إما عبر قناتنا هنا على اليوتيوب أو قناتنا على التيك توك. رابط التواصل معنا كذلك كلهم في صندوق الوصف تحت الفيديو. نشكركم لوجودكم معنا ونرحب بكم. فيديو النهاردة تكملة لتوقعات ما تبقى من أيام شهر 5 2022. حيكون الاختيار حسب أول حرف من اسمكم، مجموعة أولى من الأحرف دي أو الحجر الوردي ده، نحطه هنا، أو اختيار كروت رايدر وايت. الاختيار الثاني أول حرف من اسمكم من الأحرف دي، أو اختيار المسبحة دي أو كروت مادموزيل لنورمان. أوكي، أول حاجة هنعملها فضوا عقلكم من أي حاجة سلبية أو طاقة سلبية من تفكيركم، فكروا إيجابيا على الحاجة اللي عاوزينها تتغير في حياتكم، وركزوا معانا، خدوا نفس عميق وركزوا معانا عشان فيه أوراق هتختاروها بالحدث بتاعكم، ونشوف كل كارت موجه لكم أي رسالة، لأن هنعمل قراءة عامة بعدين هشخص لكل واحد اختار كارت لصاحبه. أول كارت نحطه هنا، تاني كارت هنا، تالت كارت هنا، رابع كارت هنا، خامس كارت هنا، سادس والسابع أهو. يلا، 1 2 3 4 5 6 7. أفرغوا عقلكم من كل طاقة سلبية، خدوا نفس عميق، بعدين افتحوا عينيكم واختاروا ورقة من الأوراق دي. لما أكمل القراءة العامة هشرح لكل واحد الكارت اللي اختاروا أي رسالة موجهة لك أو لك. أول حاجة طاقتكم، طاقة حزن وألم جدا، كبيرة جدا. غالبا البعض منكم ينتظر قرار في المحكمة أو قرار يخص طرف آخر، عاوزين تتحرروا من طاقة الأسى والتعب دي اللي انتم يعني عايشين فيها، منتظرين فرحة يا إما بإيجاد عمل، يا إما بعلو راتب، يا إما برجوع حد، يعني طاقات مختلفة هنا. أوكي، اخترتوا خلاص؟ أوكي، نقلب الورقة. زي ما قلت لكم في حد عنده مشكلة معلقة بالمحكمة، جاستس، في حاجات معلقة في المحكمة. يا إما طلاق، يا إما إرث، يا إما تصفية أوراق إقامة، نفقة أطفال، حاجة المهم متعلقة بمكان إداري، محكمة، بريد، محضر قضائي، محامي، حاجة زي كده. هتبدأوا الأسبوع بهذه الطاقة. غالبا البعض منكم، مش كلكم 75%، أنتم يا إما عاوزين تسافروا مستنيين الورقة دي أو الباسبورت بتاعكم يعني جواز السفر، يا إما مستنيين ورقة تؤكد الإقامة بتاعتكم عشان تقدروا تسافروا للبلد الأم بتاعكم، لأنكم محتاجين لراحة نفسية، عاوزين تشوفوا ناس يعني بقالكم مدة طويلة ما شفتهمش، يعني الأب الأم الإخوة الزوج الزوجة الأولاد. طاقة حيوية كبيرة حتكون فيها الأيام المتبقية من الشهر 5 2022. ربنا حيدي لكم طاقة ولا أروع، حتتغلبوا على تقريبا معظم المشاكل اللي عندكم. البعض منكم عندكم دخول في علاقات، رجوع حبيب، خاصة مع الأبراج الهوائية والترابية والنارية. هنا غالبا البعض منكم حيكون عنده تحاليل يعملها أو نتيجة تحاليل، أو أنتم بحد ذاتكم يعني تشتغلوا في مكان الصحة، يا إما مكان للصحة، يا إما تديرون حاجة بتخص ناس من معظم الدول، أوتيل، فندق، مركز سياحي، مركز للراحة والاستجمام، حاجة بتخص دول أخرى، أنتم بتديروا المكان ده، زي ما قلت لكم فندق سياحي،
مكان استجمام وراحة، حمامات، حاجة زي كده. فأنتم غالبا دلوقتي يعني عندكم بعض القضايا المعلقة في المحكمة، وغالبا في الأسبوع الثاني من الشهر، يعني من ما تبقى من بين 20 وآخر يوم من شهر 5، هتجيلكم في إيدكم الحاجة اللي أنتم مستنيينها عشان تتغلبوا أو تنجحوا في الحاجة دي اللي معلقة في المحكمة. هيكون النتيجة لصالحكم إن شاء الله، وهيكون فيه استراحة. غالبا البعض منكم كذلك، يا إما عملتم تحاليل أشعة حاجة زي كده وعاوزين تعملوها، وعاوزين تسافروا تعملوا عملية جراحية، أو أنتم في بلد آخر عاملين عملية جراحية عاوزين تدخلوا للبلد الأم بتاعكم. عندكم سفر إن شاء الله بقدرة ربنا. البعض منكم اللي أولادهم بيدرسوا عندكم نجاح، أخبار كويسة إن شاء الله في نجاح البعض من أولادكم. غالبا فيه رجوع هنا للبعض من اللي هم منفصلين، اللي هم في نزاعات، يا إما مع الشريك، الحبيب، الزوجة، الزوج، الأولاد، الأهل، الأصدقاء، زملاء العمل. الأيام المتبقية من هذا الشهر هتكون ولا أروع لكم إن شاء الله، انتصار في انتصار في انتصار، وتختمون الشهر وتبدأون الشهر 6 بتحقيق بداية خطوات لتحقيق بعض الأمنيات اللي عندكم هي معلقة. يعني أواخر الشهر ده بوابة الخير هتتفتح في وشكم إن شاء الله من جميع الميادين، لأن كارت برج الدلو هنا يعني يعلم لقدوم مرحلة في الطاقة اللي هتكون فيها، مرحلة تتفوقون على كل حاجة معلقة. في حاجة كتبها لكم ربنا انتم شقيتم عليها جدا في الماضي، الايام دي المتبقية من شهر 5 2022 حدثوا وارقصوا وهيصوا، يلا نطبل، ارقصوا ارقصوا ارقصوا، عاوزة اضحككم يعني، ارقصوا ارقصوا ارقصوا. طاقة كويسة هتكونوا فيها ان شاء الله، طاقة ولا اروع. في ايه كمان؟ نحاول نضيف بعض الأوراق عشان نقول لكم في نجاح في الدراسة، فرصة عمل، سفر كذلك. هتخرجوا من الحيرة اللي قلت لكم ربنا هيدي لكم حاجة في الأيام دي وبداية شهر 6، لكترة الفرحة اللي هتفرحوها هتترفون الدمعة، يعني الدموع فرحا. ليه؟ عشان هتشوفوا كل مشكلة من المشاكل اللي عندكم بدأت تتحل كده من عند ربنا. اهو قلت لكم في سفر، اهو الكوكب هنا وكارت العالم هنا، تقريبا طاقة كل الأبراج موجودة هنا. في إيرادات مالية هتجيلكم، رجوع حقوق، في مبلغ من المال هيدخل لكم، في أخبار هتجيلكم من بلد آخر أو من إنسان غايب عليكم، فيه كتير من احتمالات الرجوع للناس اللي هم منفصلين. هيكون فيه كمان نجاح للقلة منكم لأولادكم، هتجيلهم فرصة دراسة في الخارج، انتم بتنتظروا الورقة دي عشان يعني يسافروا أولادكم للخارج، الورقة دي بتستنوها عشان يسافروا أولادكم للخارج ويدرسوا ويكملوا دراستهم في الخارج، وربنا هيحقق لكم الأمنية دي إن شاء الله. البعض منكم أولادكم بيدرسوا أو أنتم بحد ذاتكم تدرسوا، عندكم نجاح إن شاء الله، عندكم نجاح وبتفوق، أو هتخرجوا من طاقة الانتظار دي، هتنتصروا يعني فيه نجاح كويس أو العصا وخارجة منه براعم صغيرة، يعني بداية انفراجات جديدة إن شاء الله هتقدر تفتح لكم أفاق في حياتكم، سواء في الميدان العاطفي، سواء في الميدان العملي، سواء في الميدان المادي إن شاء الله. يلا نيجي دلوقتي نشرح لأصحاب كل كارت إيه الرسالة الموجهة لك. صاحب الكارت الأول، إذا كنت يعني بتستنى حاجة أو عاوز تفهم مفهوم حاجة أو عاوز توصل للنقطة اللي أنت رسمها أو أنت رسمها في عقلك، سواء في مشكلة معلقة بالإدارة، بمحكمة، بشغلك، بحياتك مع زوجك،
بحياتك مع أولادك، بعملك، أي فكرة دلوقتي هي بتدور في عقلكم هتلقوا الحل المظبوط اللي هيساعدكم على الخروج من المحنة اللي انتم فيها، مهما كانت المشكلة اللي انتم بتفكروا فيها دلوقتي. عندكم انتصار من عند ربنا، في حاجة كاتبها لكم ربنا على ان الحاجة دي هي حقكم وهتجيلكم ان شاء الله ان شاء الله. اصحاب الكارت الثاني غالبا يعني هنا 80% سفر اللي عاوز يسافر، نجاح في الدراسة اللي هما بيدرسوا أو عندكم أولاد بيدرسوا، تحسن في الصحة إن شاء الله، تخلص من طاقة سلبية. البعض منكم ربما عمل عملية نزع سحر أو ناوي يعمل عملية نزع سحر، فأنتم دلوقتي عملتم الخطوة الصحيحة في بداية التخلص من الطاقة السلبية دي، على إنكم تلقوا حد ينزع لكم الحاجات دي كلها الطاقة السلبية عشان تستمتعوا باللي كتبه لكم ربنا في حياتكم إن شاء الله. الكارت الثاني، المرحلة دي انتم كمان يا اصحاب الكارت الثاني عندكم انتصار على الاعداء وكارما هترجع على اعدائكم ان شاء الله. اصحاب الكارت الرابع، انتم اللي اتكلمت عليكم خصوصا اللي هم بيمتلكوا يا اما فندق يا اما محتاجين راحة، يا اما انتم دلوقتي عاوزين تعملوا خلاصة على المشكلة اللي انتم عايشينها عشان تخرجوا بالنتيجة ترضيكم وتريحكم في نفس الوقت. غالبا الأيام دي كويسة ليكم وطاقة طاقتها كويسة ليكم على إنكم تاخدوا القرارات الصح في حياتكم إن شاء الله. أصحاب الكارت الخامس، العشق والغرام يا بيت، أيوة العشق والغرام. يلا أصحاب الكارت الخامس، هنا ترسيم علاقات، رجوع الحبيب الحبيبة، دخول مبلغ من المال إن شاء الله. أصحاب الكارت السادس، ليه كده؟ ليه كل التعلق ده بالماضي؟ الكارت بيقول لكم توقفوا من التكركر أو تكركرون الماضي معكم في المضي قدما. حاولوا تفكوا التعلق بالماضي مهما كانت المشكلة اللي حصلت في الماضي، لأن تعلقكم بالماضي يمنع عنكم ما هو جميل وجاي في طريقكم. ربنا يكون معاكم. الكارت السابع، أبشروا. هقول لكم ايه ولا ايه، هقول لكم ايه ولا ايه، في فرحه جايه لكم ان شاء الله في تحقيق امنيه خاصه كانت محيركم جدا 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 جدا. استغلوا اخر اسبوع من هذا الشهر واول اسبوع من شهر 6 لبدايه مشاريع انتم عاوزين تاسسوها في حياتكم او تبداوها في حياتكم، لان طاقه الايام دي هي هتساعدكم في انكم يعني يعني تنجحوا في المشروع ده إن شاء الله. أوكي، هنشوف دلوقتي الأبراج التي تنطبق عليها القراءة دي، 100%، 80%، 60%، و50%. يلا الأبراج التي تنطبق عليها القراءة 100%، برج الجدي 100%، برج السرطان 100%، وبرج الجوزاء 100%، 80%، برج القوس، برج الدلو، وبرج العقرب. أما 60%، برج الميزان، برج الثور، وبرج الحمل. أما الأبراج المتبقية 50%، برج الأسد، برج العذراء، وبرج الحوت. نشكركم لقعدكم معانا، أقول لكم ادعموا القناة باللايك والشير والسبسكرايب واكتبوا لنا تعليق جميل زيكم. شكرا. نمر دلوقتي لأصحاب المجموعة الثانية اللي اختاروا المصباحة دي اهي، أو كروت مادموازيل لنورمان. هنخلط الكروت وزي ما عملنا مع أصحاب المجموعة الأولى، الأحرف في الشاشة وفي صندوق الوصف. أغمضوا عينيكم، مالكم؟ عملتلكوا ايه؟ عملتلكوا ايه؟ سيبوا الكروت تختلط يعني، ليه كده؟ ليه كده يا بت ويا واد؟ ليه؟ ليه كده؟ يلا بنهزر. غالبا طاقتكم هنا شايفين كل حاجة مسدودة في وشكم، خايفين من المستقبل، عندكم رهبة شديدة جدا من المستقبل، ما عندكمش ثقة في نفسكم أو مش عندكمش ثقة على إنكم تقدروا تتخطون المشاكل اللي هي في حياتكم دلوقتي.
طاقة رهيبة انتوا فيها دلوقتي. ليه بتخافي يا بت؟ متخافيش يا بت، ست كارمن معاكي، متخافيش. يلا هنوزع الكروت، 7 كروت، كارت أول، كارت ثاني، كارت ثالث، كارت رابع، خامس، سادس، وكارت سابع. يلا هنغيره بما انه قلبته. كارت سابع، يلا هنشوف الحساب. 1 2 3 4 5 6 7. اختاروا احد الارقام، احد الكروت. هنشوف الطاقة العامة بتاعت الأيام المتبقية من شهر 5 2022، وبعدين نخصص كل كارت للإنسان اللي اختاره. أوكي، قلت لكم الطاقة بتاعتكم، شوفوا كده. عاوزين تخرجوا من الطاقة السلبية اللي انتم فيها دلوقتي لطاقة أحسن منها. عاوزين تحققوا أمنيات في حياتكم، لأن طال الوقت وانتم في الحالة التعبانة دي اللي انتم فيها، سواء كنت رجل أو امرأة، غالبا في طاقة منفصلين هنا. أهو راجل مدي ظهره للست دي، والست دي مدية ظهرها للراجل ده، ومستنيين تواصل الطرف الثاني ليكم. عاوزين تحقيق أمنية، وغالبا البعض منكم حاسة إن عندها ربط عن الجواز. أوكي، والرجال عندكم توقيف حال. اختاروا 1 2 3 4 5 6 أو 7. نهاية القراءة زي ما قلت لكم، هقول لكل واحد فيكم الكارت الذي اختاره موجه له ايه كرسالة. ان شاء الله نبدأ على بركة الله. ما هذا يا هذا، ما هذا يا هذا، ما هذا يا هذا. مالكو مالكو ليه كده؟ ليه الحيلة دي كلها؟ ايه مالكوا كده يا اصحاب المجموعه الثانيه؟ المجموعه الاولى طاقه جميله يعني، بس ما تخافوش ان شاء الله خير. عندكم اعداء متربصين ليكم بالمليمتر، يعني اي حاجه تعملوها واقفين قصادكم كده. اهي طلعت، اهي نزلت، اهو راح، اهو جاء، اهو اشترى، اهو قال، اهو عمل، اهو كذا، اهو كذا، اهو كذا. اتهريتوا، نقلتم، زي بقول عشقة اللؤلؤ، نقلتم بكلام الناس، قسوة الناس، سحر، غيرة، حسد، عين تابعة، يعني نفسكم مسدودة، مسدودة على الآخر من الأعداء دول كلهم. وغالبا البعض منكم الأعداء دول من أهلكم، يا إما الزوج يا إما الزوجة يا إما الأخ الأخ الأخت الأم الأب. اتهريتوا من الأعداء، تتطلعون لحياة أفضل. عندكم شك وإحساس باليقين إنه في سحر، وعاوزين تلقوا الطريقة الصحيحة عشان تخرجوا من الطاقة دي اللي عندكم. مستنيين كارما، وفي نفس الوقت أنتم بتلوموا نفسكم على نفسكم، وتظلموا نفسكم بنفسكم، على إنكم تحاسبوا نفسكم بنفسكم على إنكم اختياراتكم كانت خاطئة. لأن غالبا هنا في طاقة علاقات ثلاثية. عندكم إن شاء الله انفراجة، لكن في حاجة اللي هي دي هي اللي سد، شوفوا كده مثلث، هي اللي سد عليكم البغية أو الهدف اللي انتم عاوزين توصلوا له. غالبا الأصحاب المجموعة الثانية عندكم طاقة سحر، يعني سد نفسكم، يا إما سحر يا إما تابعة يا إما حسد. نفسكم مسدودة على الآخر، اتهمتم حتى في شرفكم، وغالبا البعض منكم حتى انتم متهمين في المحكمة، بلغ عليكم. مش كلكم، البعض دي قراءة عامة مش قراءة خاصة. اوكي، الناس اللي عندها اولادها بتدرس، او انت بتدرسي واخوك يدرس وكل حاجة، اللي في بيتهم اتنين بيدرسوا، يعني بيمروا امتحانات الايام دي وانتظروا النتيجه، في واحد هيرسب وواحد هينجح. الحمد لله. قلت لكم في طاقه سحر، في طاقه سحر اهو.
أعتقد سحر علوي. أنتم دلوقتي زي ما قلت لكم بتفكروا على إيجاد الحل للتخلص من الطاقة دي اللي هي عندكم، لأن غالبا كل أموركم معطلة، لا جواز ولا جوازة مهنيين فيها ولا أولاد متهنيين معاهم ولا يعني كل جهة كل ما يعني تصدوا وشكم من جهة ألم وألام. فدلوقتي أنتم بتفكروا عشان تلقوا الفكرة المناسبة اللي بيها هتلقوا الحل للقضاء على الطاقة السلبية دي، لأنها أصبحت من كتر الكبس ده اللي قعد في قلبكم وفي عقلكم، أصبحت الطاقة السلبية دي راجعة عليكم بطاقة عدوانية، يعني تصرفكم أصبح عدواني مع الناس، من حبة تحطوها ترجعوها جبل. ده يعني مش إرادتكم أنتوا يعني كده، لأنكم ليه عندكم توهان في الأفكار، مش عارفين رجليكم راسكم، مش قادرين تقفون على فكرة واحدة. طاقة غريبة والله العظيم. الحاجة الرئيسية اللي شغلة عقلكم، ليه ما تجوزتش؟ ليه أموري معطلة؟ ليه أنا كل حاجة واقفة في حياتي؟ ليه كل يوم عندي مشكلة؟ إيه السر وراء كل ذلك؟ وانتم عندكم شك في ده، عندكم شك رهيب في سحر، وجود سحر، وجود تابعة، وجود حسد، عين، ربما انتم مصابين بيهم كلهم في نفس الوقت، مستنين كارما لأعداء يتربصون لكم. يلا نضيف لكم كارتين عشان ربما له سبحان الله، كارت الطاقة بتاعتكم خرج هو الأخير. شوفوا انتوا لازم عليكم تخرجوا بالفكرة دي اللي انتوا بتفكروا فيها. ربنا هيديلكم الحظ في طريقكم على انكم تلقوا الحل وتسطروا لنفسكم الوسيلة او الطريقة اللي هتقدروا تعدوا بها المرحلة دي اللي انتم فيها دلوقتي. الايام دي هتكون ايام للتفكير العميق للخروج بنتيجة. توقفوا من الانتظار، الحمد لله، عفوا، توقفوا من انكم تدخلوا من هنا ومن هناك مستنيين يعني معجزة من عند ربنا. تحركون ترزقون، القرار في ايدكم ان شاء الله. اعتذر، القراءة جت كده يعني، الكروت بتعبر على كلامي. اوكي، اصحاب الكارت الاول اللي اختاروا الكارت ده، انتم بالذات اللي عندكم اعداء وعندكم تابعة وحسد وعين، فردوا بالكم، فيه حد قريب منكم يتربص لكم، فردوا بالكم من الانسانة دي. اصحاب الكارت الثاني عندكم ان شاء الله فرحة جاية لكم في يوم 25 26 27 لغاية 28 من الشهر ده 5 2022، هتجيلكم فرحة تفتح لكم باب انتم كانت مسدودة في وشكم، يا اما عمل يا اما حاجة اخرى، لكن في فرحة جاية لكم ان شاء الله ان شاء الله، وخاصة للستات ترسيم علاقات حمل وكمان يعني رجوع للحبيب. اصحاب الكارت الثالث، بدأت الكارما اللي انتم بتستنوا فيها، بدأت الكارما اللي بتاع الناس اللي ظلموكم، وحتشوفوها بعينيكم ان شاء الله في هذه الايام اللي حطينا فيها الطاقة دي ان شاء الله. أصحاب الكارت الخامس الرابع، غالبا أنتوا دخلتوا في انطواء، أصبحتم لا تثقون في أحد، كل ما يمر الوقت كل ما أنتم تتراجعون في الانطواء، يعني تدخلوا أكتر فأكتر في الانطواء ده. حاولوا تخرجوا من الانطواء ده وعيشوا حياتكم، لأن الانطواء ده حيوديكم لمشكلة أكتر من اللي هي فيها دلوقتي، يعني ساد تكبر المشاكل عندكم، فحاولوا تخرجوا من الانطواء ده، الاختلاط مع الناس عشان تلقوا الطاقة اللي هتساعدكم على التخطي العرقلة اللي في حياتكم إن شاء الله. أصحاب الكارت الخامس، غالبا هنا أنتم وصلتم للنقطة اللي لازم فيها تاخدوا قرار مهم في حياتكم. لو تقعدوا ما تاخدوش النقطة يعني القرار ده هتتأزم الأمور أكتر. أنتم كمان وصلتم للنقطة، يا إما أعمل كده يا إما أعمل كده، مفيش خيار تاني. ما تقعدوش تضحكوا على نفسكم بتبرير لنفسكم حاجات عشان يعني ما تجرحوش، بالعكس الدنيا دي تجارب
ومن التجارب ناخد دروس، وبالدروس نقدر نعيش حياتنا بتفادي المشاكل اللي في الطريق إن شاء الله. فخذوا القرار المناسب ليكم. أصحاب الكارت السادس، غالبا هنا عندكم وسوسة وشكوك، عندكم رهبة، خوف داخلي، حاسين بعدم الثقة في نفسكم، ما عندكمش يعني حد في حياتكم، أو اتخدعتوا من أقرب الناس ليكم غالبا. وبعض منكم سمع أنه في علاقة ثلاثية، أو العلاقة الثلاثية دي بتجيلكم منها المشاكل وانتم في اللخبطة دي. اعملوا زي دول، اخرجوا من الحالة اللي انتم فيها دلوقتي. إذا ما كانش عندكم الدليل المادي لا تفكرون في الحاجة دي. شفتم نفسكم مش قادرين تعيشوا العيشة دي، فخدوا قرار للعيش، يعني انكم تبدأوا صفحة جديدة في حياتكم بعيدا عن المشكلة دي اللي انتم عايشينها ان شاء الله. اصحاب الكارت السابع والاخير، اللي هم بيدرسوا عندكم نجاح ان شاء الله وتفوق في الدراسة، سواء انتم بتدرسوا او اولادكم عندهم دراسة. فيه امضاء عقود عمل، بيع وشراء مسكن او ارض او سيارة. فيه كذلك يعني ربنا حيكشف قدامكم بعض الأمور كانت مبهمة ليكو إن شاء الله. نيجي دلوقتي نشوف ما هي الأبراج التي تنطبق عليها القراءة دي. 100%، 60%، 80%، 50%. يلا مية بالمية. برج الحمل، برج العذراء، وبرج القوس. 80%، برج الثور، برج الأسد، توت أحمد وشامخ، وبرج الحوت. الأدمينات بتوعنا أحييكم من هذا المنبر. برج الدلو، برج الميزان، وبرج الجدي. أما الأبراج المتبقية، عقرب، سرطان، وجوزاء. 50%. إلى هنا وصلنا لنهاية هذا الفيديو. أقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى الملتقى. مع السلامة.